عمار الحمصاني، عندي 26 سنة وانا سنجل، هم اللي قالوا لي اقول. انا اصلا خريج اعلام اذاعه وتلفزيون وبشتغل مصور، وبحب السفر جدا. انا اصلا ترافل بلوجر، بنزل صور وفيديوز عن السفر، ومن سنه ونص بدات ان انا اعمل اعلانات وشوتس، فاشن شوتس، وبحاول ان انا ان شاء الله اخش في مجال التمثيل، والحمد لله بداته بالفيديو كليب بتاع رسمك في خيالي، وان شاء الله تشوفوني في حاجات جايه كتير. اسمي رقى شنوحة، عمري 24 سنة، خريجة مسرح بالجامعة اللبنانية ومثلة. عملت حاجات في لبنان، كنت شغالة production وكنت شغالة casting director، بس أول ما جيت مصر عملت حاجات إعلانات وبعمل modeling هنا، وبس طموحي اللي هو اللي جاي له أنا هو التمثيل. وعاوزين أغني، أنا ممكن أغني لكم. شو صاير يا ترى، ما في خب عليك، حبي ماشي لورا وما في اقسى عليك، بس حبك في ملل وفي كسل، وحياتك ليك قلبك يا حلو يا ما إلو بيدور وبيلف حواليك. اوكي سعد جدا. يعني بعد الكليب عايزينكم ترتبطوا بجد، فايه بقى مش ممكن يحصل؟ قول لهم انت، قول لهم. لا قول لهم انت. هو في يعني في علاقه، بس هي بتخلص اول ما يقول تقول كاميرا كات صراحه. ينفع كده؟ يعني معلش، نصيب نصيب، مش اي امل. لا هي يعني احنا بتربطنا صداقه لطيفه يعني، ويعني مش اكتر من كده، كان نفسنا والله الناس ما تزعلش بس يعني. طب عايزك بقى تحكي لي يعني كواليس الكليب معاك كلها من الاول للاخر. بصي، هو البداية خالص كاستنج دايركتور عماد كلمني قال لي في كليب لحماقي، فقال لي احنا محتاجين نقابل المخرج النهاردة. فروحنا للمخرج مصطفى عامر في الاستوديو عنده، وحكى لي، قال لي في فيديو كليب وانت البطل بتاعه. عملت اول مرة دي قابلتهم، وكان في بنت عملت معها ريهرسل، وبعد كده بعد ما هي مشت قالوا لي لا احنا محتاجين لسه ندور على بنات تاني. عملت كذا مرة ريهرسل مع كذا بنت، واعتقد في مرة التالتة رؤى جت، عملنا مع بعض ريهرسل، اقتنعوا جدا، رايحين بس هو انتوا الاثنين لاقين على بعض وانتوا اللي معايا يلا. وعملنا بعديها على طول مرتين ريهرسل، وبعديها كان خلاص قبل الحفلة على طول، فعملنا رحنا عند الستيج شفنا الجو هيبقى عامل ازاي وكده، عملنا ريهرسل سريع وجينا على يوم الحفلة على طول. طبعا الموضوع كان اللي هو احنا كلنا يعني اللي هو قلقانين جدا ومتوترين، وموضوع لايف ومفيش تهريج، وعمار رؤى وانا بقول الرؤى ما تقلقيش احنا هنعملها ويلا بينا وكده. صورنا كام شوت كده اللي هو قبل الحفله ما تبدا، وصورنا وسط الجمهور، وفضلنا مستنيين لحد اخر 20 ثانيه من الاغنيه، وكنا واقفين على السلم من تحت جاهزين ان احنا نطلع في اول ما يقولوا لنا على طول. بس ورحت طالع انا ورؤى، واول ما طلعت فوق بصيت على الجمهور هو ايه ده، اتفقناش على كده. بعد كده رحت عملها البروبوزل، وكان يعني انا بعد يعني انا ما كنتش انا عارفه اللي هو الاحساس، انا مش عارف انا عملت بقى حلو ولا وحش ولا ايه، مش عارف اي حاجه، لحد ما شفت بقى الكليب لقيت ان احنا فعلا عملناها بطريقه حلوه، وكل الناس قعدت تسقف لنا بعد ما نزلنا. فانبسط يعني انبسطت قوي ان احنا عملناها مظبوط وما حصلش اي مشكله، لان رؤى كانت قلقانه من الموضوع ده ان ممكن اي حاجه تحصل. وكان دايما لما انا ورؤى بنعمل ريهرسل كانت دايما بتدي لي ايديها الشمال، كنت على فعشان هما بره بيتجوزوا على طول يعني بروبوزل ده نتجوز، فهنا احنا اللي هو خطوبه، فكنت بقول لها ايه مش مشكله لو اديتي ايديك الشمال هحطها لك برده ليش. بس الحمد لله عملناها وخلصنا على طول ال 24 ساعه، خلصنا الحفله طلعنا على المعادي على طول، صورنا بقيه الشوتس اللي المفروض نصورها اللي هي الخارجي اللي انتم شفتوها،
وطلعت بصوره يعني حلوه جدا. يعني فوزي درويش يعني ما شاء الله شاطر قوي، هو مصطفى طلع حاجه اللي هو الناس كانت بتقول ايه ده، انتوا صورتوها فين، في لبنان ولا فين، اللي هو الموضوع كان حلو جدا. وخلصنا كل حاجه في 24 ساعه. كان صعب ده شويه يعني. بصي هو كان صعب لان احنا جايين الساعه 12 الظهر وماشيين الساعه 12 الظهر اليوم اللي بعده، فطبعا لو احنا كده بس طبعا بعد الحفله، بعد ما الحفله خلصت والبروبوزل بدانا اللي هو نهدى شويه، اللي هو خلاص الاستريس راح، اللي احنا صورنا الجزء الاصعب والحمد لله صورنا كل حاجه الحمد لله طلعت بصوره كويسه جدا يعني. الحمد لله. رؤى بقى احكي لي من الاول خالص. اوكي. انا عندي صديق اسمه فوزي درويش الدي او بي، خبرني انه في كاستنج، او لا اكشلي ما خبرني، بلاقي تليفون بيقولوا لي في كاستنج لحمائي. فاول ما فكرت فيها انه هو لا، علشان انا عارفه مني الموديل ماتيريال ولا فيديو كليبس حمائي، اللي هو على طول حدا اجنبي على طول وانا ما عندي هالمواصفات ابدا. فاللي هو كنت متوتره وانه بين او لا. تاني يوم خلاص كنت متفقه اروح الكاستنج وفكست لهم او صراحه. فمصطفى علي البروديوسر فضل رؤى تعالي مش عارفه ايه، وانا يعني كنت خلاص قلت له في حاجه بتقول لي يلا روحي، ورحت. اول ما عملت الكاستنج كان من غير عمار، عملت مع حد تاني وقالوا لي انه your energy هي او الروح هي اللي عاوزينها. فقالوا لي اوكي. بعديها كان عاوزين يشوفونا مع بعض انا وعمار، وكانت هي اللي خلاص يعني هم نحنا. ما انا عارفه في بنات كتيره كانوا احلى لعمار بس بقول لك لا، انه هي الروح كانت مختلفه ورحنا مع بعض كانت مختلفه. فهذا الشيء كان كتير حلو عن جد. هي الانرجي هي كانت كل الموضوع، مش انه في حب او حاجه، لا هي الانرجي. ردود الافعال بقى كانت عامله ازاي على الكليب؟ بس انا يعني انا كنتش متخيل كده خالص يعني. انا الكليب طلع بصوره تحفه، وكل الناس بقى رد الفعل اللي هو ايه ده، انتوا برافو، حلوه قوي الكلام ده، وناس شجعتنا جدا وقالت لنا يعني جود لك وانتوا شاطرين قوي، انتوا عملتوا يعني فيديو كليب احسن من اي ممثلين او كده، يعني تمثيلكم كان طبيعي جدا وحقيقي جدا. دي حاجه انا يعني فخور بيها جدا. طبعا في ردود فعل تانية اللي هو ايه ده، انتوا كنتوا بتشتغلونا، ايه ده، ضحكتوا علينا. والله احنا مش قصدنا خالص، مش قصدنا نضحك عليهم خالص، بس هو الميزه ان هو طلع طبيعي جدا حتى في اللي هي اللقطه بتاعت الستيج بالذات، لان البروبوزل ده خلاص مفيش اعاده تاني، مفيش اعاده، وطبيعي جدا وسط الجمهور. فاحنا كنا عايزين ناخد رياكشن الجمهور، فالرياكشنات يعني كانت كده بس يعني كلها الحمد لله كانت يعني بوزيتيف جدا. يعني كانت في خوف شويه من موضوع طلوع المسرح ده بالنسبه لك؟ يعني انت عملت اعلانات قبل كده بس اول مره بقى يبقى ستيج وكده. بصي طبعا يعني هو كان في رهبه طبعا ان انا طالع على الستيج وسط الجمهور وما يعرفوش ان انا بمثل، ومفيش اوبشن ان انا يعني اغلط. فطبعا كان في رهبه، وبعد ما عملت ده يعني حسيت ان بثقه كبيره قوي في نفسي، اللي هو ايه ده انا طلعت على الستيج، انا كنت اعملها تاني عادي يعني عادي. واللي هو بالنسبه لي ايه ده انا طلعت على مسرح، اكني طلعت على مسرح، وكمان يعني مفيش اوبشن ان انا، فالناس كلها فعلا تفاعلت مع الموضوع وفعلا الموضوع اتصدق، فدي حاجه بالنسبه لي كبيره قوي.